بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاج سيد محمد بن أيوب، رئيس جمعية الشيخ أبي إسحاق إبراهيم الطفيش لخدمة التراث غردايا مزاب. احنا في مكتبة الشيخ سعيد الباروني في الحشان حومة السوق في جربة. احنا في الفترة الثانية للعمل، الفترة الأولى عديناها في شهر رمضان، والآن في شهر ديسمبر وجانفي نعملوا في دائم في فهرسة المكتبة. واحنا الآن في المرحلة الثانية من العمل، هي مرحلة إخراج البطاقات للمخطوطات. الآن عندنا عمل في 330 عنوان، ها 330 عنوان هذه كلها لازم كل واحد نخرج له البطاقة نتاعو. دينا حوالي 24 ديسمبر دينا العمل، وإحنا الآن رانا نعملوا في هذه العملية هذه بعد انتهاء إن شاء الله من العمل هذا نتاع البطاقات، لأن البطاقات هي اللي تخرجنا الفهرس في الأخير. بعد نهاية البطاقات تجي فيها الفترة الثانية، هي التصوير الرقمي لهذا القسم الإباضي، ومن بعد نتحولوا إلى القسم الثاني من المخطوط حتى هو تندار له البطاقات وتندار له واش اسمه التصوير. هذا هو تقريب العمل اللي رانا إن شاء الله ماشيين فيه إن شاء الله في الفترة الثانية هذه إلى حوالي 17-18 جانفي إن شاء الله الفترة الثانية. احنا اللي يهمنا كثير يساعدونا في التفتيش على المخطوطات، وخاصة الناس اللي مخلين مخطوط اثنين أو حتى أوراق مبعثرة عندها قيمة عندنا، لأن الكتب هذه كلها تجد فيها ناقص أوراق، وهذه الأوراق هذه ممكن تجدها في أماكن أخرى ولا لكان، ولهذا نطالب كل من الناس اللي عنده مخطوط اثنين ثلاثة يجمع ويصور وترجع له الأوريجينال، دائما يرجع له لصاحب المخطوط وتعطى له نسخة رقمية يستفيد منها ويزيد أسهل له باش يعطي دي كوبي للناس من المخطوط نتاعو بالرقمي، اكثر ما يعود يصور ممكن يخسر ولا يضيع ولا يخسر ولا اللي كاين. وحنا نستفادوا بالحفاظ على، لان المهمه نتاعنا هي الحفاظ على هذا التراث ما يضيعش. وكثير من المخطوطات اللي نلقاو نسخه وحيده، لو يصرى لها حاجه ولا يوقع لها حادث نخسرها الى الابد، ولهذا هذا سمى هذا المكتبات كلها تعتبر كنوز، وتعتبر هي الهويه الاباضيه والجربيه والميزابيه، لان بدون هذه الهويه هذه ما نقدروش، المجتمع ما يرحمش اللي ما عندوش تراث ما عندوش اثار. الاخر لا يعتبر كما نقول سيتويان، فري سيتويان تاع البلاد. هذه هي المهمة الكبيرة، وزيد من فوق أولادنا يستفادوا من هذه الكتابة والعلوم هذه والتاريخ، لأن عندنا فترات من التاريخ الآن مجهولة وعندنا معلومات كثير ناقصة، وكل هذه المعلومات نقدروا نخرجوها من عبر السطور اللي موجودة داخل المخطوطات. الآن احنا رانا نلقاو معلومات مهمة جدا، وخاصة بين العلاقات بين جربة وميزاب، بين العلاقات بين جربة و جبل نافوسة، بين جربة وعمان، كل موجود هذه العلاقات نلقاو، الناس تنتقل، الناس تقرا، الناس تبحث، الناس تراسل، الناس تسافر، والحاجات هذه اللي في القديم صعبة جدا موجودة مكتوبة في التاريخ. ونحمد ربي الآن رانا الحمد لله في جاء الخير الحمد لله بهذا الربيع العربي هذا اللي جابنا الحمد لله الحرية والأمان، نستفيدوا منه قدر الإمكان بهذا إرجاع التراث نتاعنا يعود معروف، والشباب نتاعنا يعود يعرف جدوده واش خلاه، لأن المقبرة ما تنفع، المسجد يمكن يريب حتى تبني مسجد جديد، مش حاجة الأخر اللي مهمة كثير، ولا تبني بناية ولا الأخر، هذه كلها حاجات مش مؤثرة، لكن الكتاب هو اللي يؤثر في الإنسان، هو اللي يخلي يعطيك القيمة الحضارية للمجتمع نتاعك. بارك الله فيك.
الآن إحنا في زمن نقول أن الزمن هذا زمن الإخوة الأبضيين في الجزائر، وهم لهم سبق كبير جدا ولهم خبرة فيها، لكن إحنا ممكن أننا حتى تتوفر لنا التجربة هذه علينا أن نؤسس أعتقد شكل من أشكال الدعم المالي لإتمام عملية الحفاظ على تراثنا، تراثنا الأباضي، واللي هو تراث إسلامي عميق ولكنه أكثر التراث الجهل، مجهول تمام، مجهول حتى من طرف الأباضيين، وكثير من البحاث والمختصين يكتشفون أن أراء سياسية وأراء فكرية وأراء فقهية في مختلف المجالات، يعتقد البعض كثير منهم أن بعض علماء هي من إبداع المعاصر في الوقت التي هي أصلا في العمق التراث الأباضي، ولكن التقصير الأباضي هو السبب، يعني تقصير أهل الأباضية. أنا أعتقد أنه ممكن أن نفكر دعما لجهد إخوتنا النظاميين أن نؤسس مؤسسة مالية لدعم فقط، لدعم المشاركة منها لدعم هذا الجهد هذا حتى نحمي تراثنا الإسلامي العميق. بارك الله فيك. عاودنا لها كل الترتيب ولا فيريفيكاسيون، وصلنا 380 كيلك، وصلنا درك في 330 لي ديرني، هذا هو درك ديرني لي بورت نيميرو 330 الاولاني، وهذا البارتي هذه ماشي بعيش، يمكن الخدمه تاع هذه نزيدو التاريخ ولا يعني المراجع العلميه الاخرى كل لا ما فيهاش، فيها كل النحو البلاغه التفسير كل شيء، هذه هي لابارتي امبورتون. هي في الانترنت ثم قائمه المخطوطات، هي القائمه هذيك الصحيحه ولا لا؟ لا لا، هذيك اسمها القائمه اللي لقيناها هنايا، احنا مازال ما درناش القائمه هذيك، قلت لك غير في غير لابتيت فيريفيكاسيون وصلنا 330، رانا بدينا درك في سونتران دو رومبلير الاخر لي فيش تكنيك تاع الشاب دوكيمون اوتوماتيك فلاف تاع لي فيش تكنيك، يعود عندنا الكاتالوج، هاو لي موديل تاع لي كاتالوج اللي نخدمو فيهم، فهرس مخطوطات مثلا كيما هذا مثلا راعي جمعية الاصلاح وهدايا ولي فيش تكنيك، هذايا لا فيش كل سطر بشكل عندها سامبول باين تاع الكلمة، سامي الاخر عندنا سي تيتر، عندنا سي نيميرو حنايا كاتالوج، من كوتي هذا للشيفر هذايا في بلادي بيزيت، وزافي لهنا لو نون دو لوتيار، رابط ديسي تاعو، ديري دي مانيسكري، وزافي لهنا الكوبيست لهنا لو نومبر دو فوي، هنا لي نومبر دو لين، هنا سي كولور لانفورماسيون اسكو لي كومبلي ولا لا، ومن بعد لا فان تاع الاخر بلس ان بتي كومونتير سور لو ليفر هذاك على واش يهضر واش ميهر حطو، سي يا دي زانفورماسيون كومبليمونتير ولا لي كاين من دار في الاخر، هذا الكاتالوج كاع هنايا، وعندك لونتري سي ليستوار هاي لافيش كيما هنايا مثلا درنا دي كوبي نتاع نوعية الخطوط مثلا كما هذا تاع الشيخ الجيطالي مثلا اللي راه مقبور هنا بلاسينتير هذي، وسيدي ليبر الاخر درنا لي كوبي، هذه هي الموديل تاع لافيش رومبلير، هذه سي لافيش، وهذه شاكلين من لي فيش اكسبليكاسيون سكون دوا رومبلير، بليس كاين ليستوار نتاع المكتبه وشكون اللي دارها شكون اللي جابها شكون ودرنا كالك اكزامبل نتاع لي فوتو نتاع لي مانيسكري باش الناس يعرفو، وعندك في لافان لي زاندكس بليس الحاجة المهمة في لي بيبيوتيك لي كوبيست خطاطين الناس اللي خططو، كل واحد درنا لي موديل تاع لي كوبيست نديرو لو نون تاع الكوبيست افيك الخط نتاعو، هذا من بعد يرجع ستاندكس
كما قلنا حنا ينفع لي زوطر شاك فوا يتلم عندنا ان كونتيتي تاع لي كوبيس نعودو نعرفو لي كوبيس واش اسمو سي تري امبورطون هادي شاك كيما نقول شاك فوا لي زيكزامبل نلقاو لي بيبليوتيك شاك فوا نلقاو ان كوبيس جديد نزيدو في لافان يعود واش يسموه هذا الاكس ينفع باسكو لا ماجوريتي دي ليفر ما تلقاش توجور كوبيس مديور مكتوب.